بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولياتنا، والظروف المناخية اليوم هي اللي دفعتنا باش نجيب لهنا اللافايات، مارشي لافايات اللي خلينا نقول يا حسرة على مارشي لافايات، وهذه ديما كلمتي نقول فيها أنا، لأنه المارشي هذا قاعد يمشي ويتهالك، خلينا نقول بشوية بشوية معناها قاعد تتراجع المردودية نتاعو. احنا اليوم كان في البرنامج باش نكونوا في المدينة الجديدة، للأسف الشديد مرة أخرى معناتها الأمطار، وإن شاء الله ربي يمن علينا بالغيث النافع، وهو نافع لا محالة في مجالات. اليوم باش نعملوا جولة لهنا في الأسعار، لكن خليني نقول وأنه الكلام اللي كنا نقولوا فيه على البطاطا من 8 شهور ولا 9 شهور، وإحنا نحكيوا على البطاطا وعلى ظروف البطاطا وعلى الإشكاليات نتاع البطاطا، البطاطا اليوم وصلت معناها في منزل بورقيبة لقيناها بثلاثة دينارات، تباعت على مستوى الجملة ب 2800 في وقت من الأوقات. يعني هذا نهار لحد وصلت باعت ب 2800، نهار لحد على مستوى سوق الجملة في تونس البطاطا صارت فيها إشكاليات، وصل فيها دغران بالموس، يعني ثم شكون وقع الاعتداء عليه بآلة حادة في سوق الجملة من أجل البطاطا. يا خويا علاش نوصلوا للدرجة هذه؟ علاش نوصلوا للناس تتقاتل على خاطر جاجو نتاع بطاطا، ولا على خاطر شكارة نتاع بطاطا، ولا ندفعوا عليها فلوس تحت الطاولة؟ بربي نفيقوا شوية وندوا راسيوناليزي التدخلات نتاعنا، معناها الدم اللي سال نهار لحد في سوق الجملة راهو ماهوش دم هين، ماهوش دم رخيص، هو دم مواطن تونسي مهما يكون. دونك عيب وانو نوصلوا على خاطر بطاطا باش نوصلوا للدرجة هذه. نبداو خلينا نذكركم انو سامي العزيزي اليوم هو اللي امن لكم في الصور هذه. سامي خلينا نبداو من هنا احنا من الاسم. توا ثم حوت ولا ما ثماش حوت ولا نو ولا قمرة؟ حوت اللهم صل على النبي، قمرة ووقته ونو والحوت موجود. والحوت موجود وسومو عليك بالشرن. عليك بشنو؟ الشرن. هاتوا نشوفوا الشرن هذا. يلا خويا خذ انت يا خويا بانو على البلايك وكهوا مادام ولات فيها عليك بالفلوس. خلينا هذاك ملك الحوت، مادامك ملك الحوت عندك اي قد بلا ما يسالش صور له سمو هالنزلي هذا. اما حتى اما فلوسه اذا كان هذا رويال معناها ملكي، فلوسه امم متحده كامله. إذا كان في النو هذا وتلقى النزل وسومه ب 19 دينار و 600، هو ساعة ساعة في المارشي اللي يقولوا تشري أكثر من السوم هذا، فهمني؟ المارشي اللي يقولوا تشري أكثر من السوم هذا، إذا كان النو وتلقاه بالسوم هذا على الدنيا سلام. على الدنيا سلام، برا قمرة أون بلوس هاكا 14 و 8 تريليون. أي أي شنو أحجر هذه بنينة تبدا من شوية. عندنا الأخرى قد سومها يا اخي باش نوصل لها نتفجع من السوم نتاع زواوله. ورينا بلي نتاع زواوله. لا لا بابا بلي سامحني انا توا ندخلوا لديار الناس، ثم ناس اللي ما في حالهاش وتبدا مراه ما بين روحين. انا نوريها كريفات ب 73000 عندي الحق ولا حاجه؟ ها تون دياري هذا دياري معمول في الدار هذا. هذا زيت زيتونة حر وطن ديري. كيفاش يا حاج؟ اهلا بيك اهلا بيك اهلا بوري. قال لك هاو ثم طن ديري، شنو باش تشري انت اليوم؟ باش نشري طن ديري، انا جاي خاطر هو والله انا يا خويا مستهزي به طن ديري هذا. يعملوه في الدار انت؟ هي يا حسن كانت لميمة تعمل تو ما عادش. برا خلينا ندخل نشوفوا الخضرة من هنا. بلا سم اي باب اجا اجا ورينا البطاطا، اجا ورينا البطاطا. دقيقة دقيقة خلي ورينا البطاطا اللي فيها اشكالية. اجا اجا سامي اجا خلينا ندخل نشوفوا البطاطا. اي اي اجا خلينا نشوف. اجا دقيقة 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 بان وري البطاطا بالله. شوف البطاطا هذه البطاطا اللي كنا نحكيو في نهار لحد وصلت جبدت عليها معناتها آلة حادة وتضرب بها إنسان. شوف هايك البطاطا هذه قداش سومها بالله في مرشي القروة؟ 1250 على مستوى الجملة. وقداش تدفع عليها تحت الطاولة؟ شكر 2000 وساعة 5000. ساعة 5000 هذه هاك تشوف بالله. شكون يعوض لنا هذه تو؟
ولا والمربيع هي ب 63، تعرف قداش نبيعها نتاع 350؟ تعرف قداش نبيعها؟ 90 قال لك لا بيعها بيعها ب 15%. حتى المربيع منقص لي فيها زاد الاقتصاد، مرة بحثت منقصت لي في المربيع. هذيك خضرة اي هذه هاك تشوف سامي بلي، ركز عليها ركز عليها، معناها خذها في احنا باش نمشيو منها بلا خلينا نشوفوا الباب المسكر هذايا شنو حكايته. خلينا خلينا نوريهم، ما يسالش، خلينا نوريهم الباب المسكر واللي يا حسر على مرشي لافايات. اكيد رد بالك وراك سامي بلي، سايس روحك سايس روحك، واحده واحده ما يسالش. بون مازال ما جاش هذايا، وهم راهو لهنا يضرب ضربه ويخرج على خاطر ما ثماش برشا خدمه. دونك باش نفهموا هاك الرومان ب 19.50 غادي كيفاش؟ قداش باش تخدم اليوم الطماطم؟ وجاب السلعه مازال ما جاش، مازال ما جاش، جاب له سلعه برا خويا. خلينا نمشيو خلينا نمشيو تو نلقاو غادي بلاي سيدنا. اهلا بك اخويا، عايشك عايشك. احنا على الاقل شفتك حاله البطاطا ايجا. انا باش ناخذوه، انا باش ناخذوه، انا ماشي هذايا ب 1480 غاديك السيريز بدينار و500 مليم. سامي هاو من هنا السفناريا ب 2100 معناتها ناخذوا شويه بانوات هكا على اسعار. السبناخ ورق ب 3 دينارات و600 مليم، هكا الطماطم غادي ب 980، البطاطا من غير ما نسالوا عليها دينار و800. احنا هنا حكينا على البطاطا، رد بالك اللي وراك غادي سلام. هنا باش نصوروه، هنا باش نصوروه بلاي، ناخذوا الباب غاديكا ولا يقولوا لي جمعه تو عنده الباب هذا مسكر. دونك احنا حكينا على ظروف العمل، حكينا على وضعيات، دونك حكينا على معاناه المرشي هذا اللي قاعد يموت. او يقول لي الراجل عنده جمعه لهنا مسكر الباب هكا، علاه شنو هو المشكل؟ علاش مسكر الباب؟ تضرب فيه موتور وما جاء حتى بشر مش يصلحوه، نورمالمون مش يجوا توا. نورمالمون عنده جمعه هكايا الباب نتاع مرشي لافايات، يعني الناس صباح خير اهلا بك. الناس اللي باش تجي تقضي لهنا ينجم يطل يقول ما يخدموش، وانا بيدي البارح اي فوالا. كيفاش باش تبيع السلعه هذه كلها؟ سامي كان نجمه، كان مازال لنا شويه وقت، خلينا نشوفوا اللحم غاديك جست باش ناخذوا فكره على اللحوم الحمراء قداش سومها. بعد ما خذينا الخضره وشفنا شويه غله وان كان مش موجود رد بالك، والحوت العلوش التونسي ب 22، والهبره ديما بروموسيون لهنا، ديما بروموسيون، ديما عاملين صوم والحمد لله السلعه. هو علوش ولا بركوس؟ لا لا علوش، الظاهر تو كنت تصوروا هكا يخزر المواطن يعرف، ظاهر العلوش صغير، علوش سنوي، علوش سنوي، والهبره ب 25 دينار. الخير موجود، راك تشوف المرشي نهارين مسكر، راك تشوف يعني الباب مسكر، أنا مسكر نهارين. المسؤولين وين؟ الله اعلم، راك تشوف الله اعلم. دونك احنا ما يسالش، انا نحكي وانت باش نقفل، وانت خوذك نصب الفارغه، خاطر كي قلنا راهو المرشي هذايا قاعد يتراجع، معناتها تتراجع المردوديه نتاعو بشويه بشويه. الباب مسكر عنده جمعه، والناس كيفاش باش تخدم؟ يعني ثم باب واحد ولا زوز ابواب اليوم هما اللي يخدموا. على كل احنا هكا باش نكونوا كملنا الجوله نتاعنا اليوم تاع التسوق والذوق في السوق البلديه في لافايات. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد. في الاثناء ديما نقول انا ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.